ولو ذقت من طعم المحبة قطرة، حب الإلهية، لهمته هياما واشتياقا لقربنا. ولو نسمت لك من حمانا نسمة، تركت جميع الكائنات وجئتنا. أما أنا أن تخلع من القلب غيرنا، هيف لما اعتزلهم؟ وإذا اعتزلتموهم، والاعتزال هنا يا إخوة هو اعتزال قلب لاعتزال جسد. فلا بد أن نخالط الناس في جامعاتهم وفي أسواقهم وتجاراتهم. خالطوا الناس بأجسادكم وزيلوهم بالقلوب، لأننا أصحاب رسالة، لأننا أهل مبدأ.